أعزائنا مشاهدي فضائية نورسات وتلفزيون تيلي لومير، نرحب بكم بالنشرة الأسبوعية، وقبل التفاصيل نبدأ بأبرز العناوين. جلالة الملك عبد الله الثاني يعزي آل حتر بفقيد الوطن. قداس شكر احتفالي على إعلان قداسة الأم تريزا. تدشين رعية جديدة في كنيسة سلطانة السلام الزرقاء. الكنيسة الشرقية تحتفل بعيد رفع الصليب المقدس. انطلاق أعمال مؤتمر الإعلامي ومكافحة الإرهاب والتطرف في عمان. تشييع جثمان الشهيد الكاتب والمفكر ناهض حتر في مسقط رأسه في البحير. أهلا بكم. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال تقديمه واجب العزاء لآل حتر رفض جميع الأردنيين والأردنيات للعمل الإجرامي الجبان الذي استهدف وأودى بحياة فقيد الوطن ناهض حتر، معربا عن إدانته الشديدة لهذه الجريمة البشعة والغريبة على شعبنا وثقافتنا. وشدد جلالته على أن القيم الأردنية استندت منذ نشأة المملكة على أن هذا الوطن نشأ بروح الأسرة الواحدة المتماسكة بين الجميع مسلمين ومسيحيين البعيدين كل البعد عن التطرف والعنف والتعصب الأعمى. وكان في استقبال جلالته لدى وصوله بيت العزاء والتي رافقه فيها رئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي وجهاء وأعيان ونواب محافظة البلقاء وأهالي الفحيص وذو الفقيد. رعى سيادة المطران مارون اللحام حفل إعلان كنيسة سلطانة السلام في مدينة الزرقاء رعية جديدة باسم رعية سلطانة السلام. جاء ذلك خلال القداس الاحتفالي المهيب الذي أقيم هناك وسط حضور لافت من المعنيين. تم تدشين رعية سلطانة السلام للاتين في محافظة الزرقاء، حيث كان الاحتفال الرعوي الحاشد تحت رعاية سيادة المطران مارون اللحام الجزيل الوقار النائب البطريركي للاتين في الأردن وعناية رهبان أبناء العناية الإلهية ولفيف من الكهنة والراهبات، وبحضور الدكتور رائد سامي العدوان محافظ الزرقاء. وقد دشن صاحب السيادة المطران اللحام الرعية الجديدة بقداس إلهي احتفالي أحيته جوقة الكنيسة بقيادة المرتل سيف عباسي، وقد تم إعلان كنيسة سلطانة السلام مار يوسف الزرقاء الجديدة رعية جديدة باسم رعية سلطانة السلام. صاحب السيادة المطران اللحام وفي عظة القداس تحدث عن الإجراءات القانونية لاستلام الأب هاني جميل كاهناً للرعية الجديدة بكامل الصلاحيات. احمل الرعية في قلبك وفي صلاتك. الوجوه التي أمامك ليست وجوهاً مبهمة، فلكل واحد منها قصة وتاريخ ومعلومات ونية خاصة تحملها في صلاتك اليومية وفي سجودك أمام القربان الأقدس. وأنتم أيها المؤمنون، هذا هو رعيكم، أبوكم، حافظوا عليه، أحبوه، احملوه في صلاتكم، لا ترحموا يديه ولا رجليه، ارحموا رأسه. المقصود أعطوه عملاً ليديه ولرجليه، فهو مستعد للعمل في جميع المجالات، وما جميع فئات الرعية الأولاد والشباب والعائلات الشابة والشبيبة والكشافة ومجلس الرعية والزيارات والتحضير للأسرار والاعتراف والمسنين والمرضى، لكن لا تتعبوا رأسه، أي اعفوه من المشاكل ومن وجع الرأس ومن الهموم التي لا لزوم لها ولا فائدة منها. مجدداً مبروك لكم الرعية الجديدة، حماكم الله بنعمته وبارككم وسار بكم جميعاً في درب الخير وخدمة الملكوت
وفي ختام القداس الاحتفالي التقى صاحب السيادة المطران اللحام بالكهنة والرعية وتبادلوا التهاني على مائدة محبة. أقيم في كنيسة قلب يسوع الأقدس في منطقة تلاع العلي بعمان قداس شكر احتفالي لله على إعلان قداسة الأم تيريزا مؤسسة جمعية مرسلات المحبة، والتي أعلن قداستها بالفاتيكان في الرابع من شهر أيلول لهذا العام. المزيد في التقرير التالي. احتفلت رعية قلب يسوع الأقدس للاتين في عمان بقداس إلهي مهيب ترأسه سيادة المطران مارون اللحام النائب البطريركي للاتين في الأردن، وكان هذا قداس شكر لرب المجد. ورحب راعي الكنيسة الأب علاء مشربش بالحضور الكريم وبراهبات المحبة على خدمتهن ولا سيما في الأردن. ابتهجت الكنيسة الجامعة مع راهبات مرسلات المحبة بإعلان قداسة الأم تيريزا دي كالكوتا أم الفقراء قديسة الرحمة. واليوم يأتي دور كنيستنا في الأردن مع مرسلات المحبة لنبتهج بهذا الحدث العظيم. عرفت الأم تيريزا بمحبتها العظيمة ليست فقط للفقراء بل لأفقر الفقراء، وهذا ما يميز حياتها. وكما كانت تقول: أنا قلم رصاص في يد الرب الذي يكتب رسالة محبة للعالم. وهكذا كانت حياتها مطابقة لمحبتها الكبيرة لله وانعكست على أفقر الفقراء. واليوم أتوجه إلى راهبات مرسلات المحبة وأشكركم على وجودكم بيننا في رعيتنا ورصيفة ورميمين. من اليوم فصاعداً ستبقى ذخيرة الأم تيريزا في كنيستنا لنتبارك بها، ومن خلال حياتكم نرى كل يوم الأم تيريزا، وفي شهادة حياتكم أيضاً ما زالت الأم تيريزا تسير بيننا. سيادة المطران اللحام في عظته قال: من عادة الكنيسة أن لا تعلن أمراً ما بشكل رسمي إلا بعد أن يكون الشعب المسيحي عاش هذا الأمر قبل أن تعلنه الكنيسة. من عادة الكنيسة أن لا تعلن أمراً ما بشكل رسمي إلا بعد أن يكون الشعب المسيحي عاش هذا الأمر قبل أن تعلنه الكنيسة. وهذا ما حدث مع القديسة الأم تيريزا، فقد قدسها الشعب المسيحي منذ لحظة وفاتها، لا بل قدسها العالم كله حتى قبل وفاتها. وأن الكنيسة تعلن ذلك رسميا وترفعها على الهياكل. هذا ما حدث مع القديسة الأم تيريزا، فقد قدسها الشعب المسيحي منذ بداية خدمتها، وها هي الكنيسة تعلن ذلك رسميا وترفعها على الهياكل. ونحن اليوم نجتمع ونرفع إلى الله صلاة شكر على هذه النعمة لجمعية مرسلات المحبة.
وختم صاحب السيادة المطران اللحام مهنئا راهبات المحبة والكنيسة والعالم بهذه القديسة التي أغنت العالم أجمعا. احتفل النادي الأرثوذكسي في عمان بعيد رفع الصليب المقدس وسط حضور كبير من المؤمنين. إلى التفاصيل. أقيم في النادي الأرثوذكسي في عمان احتفال بعيد رفع الصليب المقدس حسب التقويم الشرقي بحضور عدد من الكهنة من مختلف الكنائس في الأردن والهيئة الإدارية في النادي وجمع كبير من الشخصيات الرسمية والعامة ومشاركة مجموعة كشافة ومرشدات عمان الأرثوذكسية بمعزوفاتها الموسيقية. وبعد رفع السلام الملكي ألقيت كلمات أكد فيها المتحدثون أهمية هذه المناسبة الدينية الكبيرة التي تجسد احترام حرية الإنسان وكرامته وتفكيره. وفي كلمته هنأ الأيكونوموس الدكتور إبراهيم دبور بعيد الصليب الذي هو رسالة للعالم بدأت منذ 2000 عام ولا زالت البشرية تستمد نورها ونهجها بهذا الرفع المجيد. أنت تابع لله المتجسد، أنت تابع للمصلوب القائم، أنت تابع للمسيح القائم من بين الأموات. لذلك في يوم الخميس عندما نرتل اليوم علق على خشبة نقول فأرنا قيامتك المجيدة، لأن المسيح بنفس اللحظة الذي صلب بها قام بها وخلصنا من الموت والفناء والزمن وأعاد إلى الأبدية. لذلك اضطهدونا فنحبكم، سبونا فنبارككم، اقتلونا فنصفح لكم، لأننا نحن الأقوياء، والذي يسامح هو القوي وليس الضعيف. وبعد إلقاء الكلمات التي بيّنت معاني الصليب الروحية وداعية لأن يكون عود الصليب رمز فخر واعتزاز لنا جميعا، قدمت جوقة المدرسة الوطنية الأرثوذكسية في شميساني باقة من الترانيم الشرقية والغربية بقيادة الأب مهند مخامرة. كما قدمت جوقة القديس نيكولاوس الصريح مجموعة من الترانيم الشرقية التي ألهبت الحضور بالحس الروحي والأصوات الرنامة. Oh.
وفي ختام الاحتفال تمت مباركة ثمار الرمان وتوزيعها على الحاضرين مرنمين معا: خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك مانحا العالم السلامة واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك. كما أشعلت النار التي ترمز لعلامة إيجاد الصليب على أنغام الفرق الكشفية. استكمالاً لاحتفالات رفع الصليب المقدس، أقيم أيضاً احتفال تحت رعاية صاحب السيادة المطران فيلومينوس مطران الشمال للروم الأرثوذكس، وذلك في جمعية الشبان المسيحية. وفي كلمة لسيادته دعا فيها الله أن يمنحنا القوة والصبر والتواضع لنكون أبناء كنيسة مخلصين بالمسيح الكلمة. حزن التوبة والجهاد حسب الآباء القديسين هو فرح وحزن معا، فحمل الصليب المسيحيين هو تعبير طاعة وامتثال ومحبة نحو الله، هو رد هدية وتقدمة نحو السيد الذي ضحى نفسه لأجلنا. ففي اللحظات التي يحاول بها الغرور والأنانية أن يسيطر علينا لنحدق النظر بالمصلوب، كما حدقوا النظر اليهود الملدغين في الصحراء بالحية النحاسية، لنصلب بالصليب كل رغبة غرور وأنانية وكل هوى جسدي خاطئ وكل عدم طاعة وكل شرورنا وكراهيتنا وعدم صبرنا وقلة إيماننا. وخلال الاحتفال قدمت جوقة رقاد السيدة العذراء ترانيم بيزنطية بقيادة المرنم رامي السماوي نالت إعجاب الحاضرين. وجرى في الختام مباركة الرمان وتوزيعه على الحضور، تلا ذلك إشعال النار رمزا للنور. الاحتفال كتير كان رائع، السماع للتراتيل البيزنطية، التراتيل الكنيسة اللي بتعني المضمون واللي بتعطي بتشرح لطلابنا لأولادنا لإلنا، بتشرح لنا شو معنى الصليب، شو معنى قوة الصليب وكيف تم وجده، شو معنى الرمان، شو معنى الريحان، كلها معلومات جديدة. إشي كان كتير حلو تشوف الكبير مع الصغير متكاتف متجمع مع بعض ببيئة بمملكة الله راعيها برعاية ملكنا وبقوة الصليب. إن شاء الله يا ربي دائما المحبة موجودة بهالمملكة وعايشين مسيحية ومسلمين مع بعض ومنحتفل دائما بأعيادنا بمملكة دائما الازدهار مستقبلها، وكل سنة وانتو سالمين. احنا اليوم تواجدنا بالجمعية عشان نحتفل بعيد الصليب، واحنا شاركنا بالاحتفال اليوم انه ساعدنا بالتنظيم وكتير كان احتفال حلو، وكل عام وانتم بألف خير. وأنا كعضو بشكر سيدنا المطران فيلمينوس مخامري على ترأس هذا الاحتفال، وكل سنة وانتم سالمين. برعاية جامعة الدول العربية أطلقت الهيئة العربية للبث الفضائي المشترك مؤتمرها الدولي الثاني تحت عنوان الإعلام ومكافحة الإرهاب والتطرف، إلى المزيد في التقرير التالي. أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الحكومة وبمختلف أجهزتها المعنية لن تتساهل مع مروجي خطاب الفتنة والكراهية. وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير عام وكالة الأنباء الأردنية فيصل شبول افتتح بها مؤتمر دور الإعلام في مكافحة الإرهاب والتطرف، إن مواجهة ومحاربة الأفكار الإرهابية عبر ذات الوسائل التي تستخدمها العصابات الإرهابية بات يشكل تحديا أكثر أهمية، مؤكدا أن الحاجة ملحة لمزيد
من التنسيق والتعاون وبذل الكثير من الجهود وتبادل الخبرات والأفكار والتشاور حول ما يجب عمله خلال المرحلة المقبلة في سبيل محاربة قوى الشر والتطرف. ولا شك إننا بحاجة إلى المزيد من التنسيق والتعاون وبذل الكثير من الجهود وتبادل الخبرات والأفكار والتشاور حول ما يجب أن نؤديه خلال المرحلة المقبلة في سبيل محاربة قوى الشر والتطرف. فالجميع يعلم مدى تأثير الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام بمختلف أشكالها في التصدي لهذا الفكر الإجرامي ولتلك الفئات الظلامية. وقال رئيس الحملة الوطنية الإسلامية لمناهضة الغلو والتطرف والإرهاب في الجمهورية العراقية الدكتور عبد اللطيف الهميم إن الإرهاب هو من صناعة المجتمع وليس صنيعة الأديان، داعيا إلى ضرورة توحيد الكلمة وتنسيق الجهود لمكافحة هذه الآفة الضارة على كافة المجتمعات والدول. وقلت وأقول مرة أخرى أيضا، التطرف والإرهاب ليس جينا في صلب أي عقيدة من العقائد أو مذهب من المذاهب. التطرف والإرهاب هو انحراف على هامش الفكر، وبالتالي هو من عندياتنا، هو من صناعتنا. فلنبحث من المستفيد في نهاية المطاف، من المستفيد من هذا الإرهاب الذي ضربنا دولا ومجتمعات في جيله الأول والثاني والثالث والرابع، والإصدار الخامس سيكون رهيبا. وقال رئيس الهيئة العربية للبث الفضائي محمد العضايلة إن ظاهرة الإرهاب والتطرف تحظى باهتمام الشعوب والحكومات في شتى أنحاء العالم لما لها من آثار خطيرة على أمن الدول واستقرارها، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام تقوم أحيانا بقصد أو بدون قصد بالترويج للإرهاب وإعطائه هالة إعلامية أكبر من حجمها. إن وسائل الإعلام تقوم حالياً بقصد أو بدون قصد وبالترويج للإرهاب وإعطائه هالة إعلامية لا يستحقها في ظل الأهداف التي يراد تحقيقها من خلال العمل الإرهابي من شهرة وتأثير فكري. إن عرض المناظر والمشاهد المأساوية وتصوير الأضرار بشكل متكرر ومبالغ فيه، إضافة إلى بث وجهات نظر الإرهابيين التي يقصد منها إثارة الخوف، تشكل خطورة وتنطوي على ردود فعل سلبية. من جهتها أشارت الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء أبو غزالة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدا ملحوظا في استخدام الجماعات الإرهابية لشبكة الإنترنت وزيادة عدد المواقع الإلكترونية التي تروج للفكر المتطرف والإرهاب. شهدت السنوات الأخيرة تزايدا ملحوظا في استخدام الجماعات الإرهابية لشبكة الإنترنت وزيادة عدد المواقع الإلكترونية التي تروج للفكر المتطرف والإرهاب باسم الدين الإسلامي، حيث سهلت الاتصالات الحديثة نقل الأفكار والبيانات والتوجيهات إلى خلايا الشبكات الإرهابية بأمان بعيدا عن أعين الرقابة الأمنية وبدون تكلفة تذكر. كما أن شبكة الإنترنت سهلت الحصول على المعلومات لاستخدامها في تنفيذ عملياتها الإرهابية. ونظم المؤتمر الذي استمر يومين الهيئة العربية للبث الفضائي بالتعاون مع الأمانة العامة لشؤون الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية وسط مشاركة عربية كبيرة مثلت خبراء ومسؤولين بالإعلام وعلماء ومعنيين بمكافحة الإرهاب. خلال انعقاد اجتماعات مجمع رهبنة الوردية الاستشاري في الأردن، قامت مجموعة من أعضاء الوفد بزيارة مزار القديسة ماري ألفونسين غطاس الموجود في كنيسة دير انتقال السيدة العذراء للاتين في السلط. واستمعت الراهبات من الدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب نورسات الأردن إلى شرح عن أهمية المزار الذي تم افتتاحه في شهر أيار الماضي من قبل غبطة البطريرك فؤاد طوال، وعن قصة قدوم هذه القديسة من فلسطين إلى السلط وخدماتها الجليلة لنساء وبنات المنطقة. للسنة الثامنة على تأسيسها احتفلت كشافة مار يوحنا المعمدان في مادبة بإقامة قداس إلهي ترأسه كاهن الرعية في مادبة
الأب إياد بدر وبمعاونة لفيف من الكهنة. وقد شاركت الرعية تسلم القائد الجديد قصي كراتشي مهامه على مجموعة كشافة مادبة، طالبا الصلاة لأجل نجاح رسالته ومهمته الجديدة تحت شعار معا نستطيع، وهو شعار هذه السنة الكشفية. أهلا وسهلا بتلفزيون نوسات، شرفنا بحضوره برعية يوحنا المعمدان، استشهاد يوحنا المعمدان، وجمعتنا حلوة بمناسبة إعادة اختيار قائد جديد عام جديد للحركة الكشفية عندنا بالرعية، بعد ما كان قائد فارس طوال بعد 3 سنين من خدمته، اخترنا هلا قائد قصي كراتشي قائد عام جديد للمجموعة الكشفية. وهذا التغيير قائد جديد بيصير كل 3 سنين، التغيير روح، تغيير دم من فترة لفترة، وكشاف كمان حركة مهمة بالرعية بتجمع شباب وصبايا، وكما تعلمون الشباب والصبايا روح الرعية، وإن شاء الله دائما بضل هالحركة دائما برعيتنا زي ما هي حية، الرعية دائما حية بالشباب والصبايا وفعالياتها. أتمنى فعلا من كل قلبي هالسنة تكون سنة بركة عليهم، بركة من خلال مسيرتهم مع بعض، يقدروا ينموا مع بعض، يكون في عندهم إبداع جديد، يكون في عندهم روح جديدة للابتكار وزرع بهالأطفال هالبراع هالأشبال والزهرات هالمبتدأ المتقدم، كل أفراد هاي المجموعة روح جديدة، روح مبنية على التعاون، روح مبنية على اليد الواحدة، روح مبنية على روح الله، روح الله اللي بتهدف دائما لخدمة الكنيسة وخدمة الوطن وخدمة الإنسان. طبعا اليوم كان احتفال انطلاقتنا بالمجموعة للسنة الثامنة على التوالي، وتم تنصيبي كقائد عام للمجموعة اليوم. طبعا كان هذا الاشي بفخر واعتزاز من الأباء الروحانيين، الأب وسام منصور الغالي علينا كان كاهن رعيتنا السابق، والأب إياد بدر اللي كاهن رعيتنا الحالي، وهذا الشيء فخر لي انه اخدم الدير واخدم ربنا ونخدم الوطن حتى نكون فدا هالوطن بكل معنويه عاليه وروح محبه ومسؤوليه عاليه. انا كقائد سابق اليوم سلمت القياده لقائد جديد، طبعا هذا الشيء بيشرفني بعتز فيه لانه بيعكس مدى نجاحنا بتدريب قيادات جديده، ونضمن انه الكشافه تستمر للاجيال البعدينا، وبنطمح كمان الاجيال هالصغار بنشوفهم بيكبروا عنا وبين ايدينا ويستلموا القيادات بعدين ان شاء الله. بحب احكي انه مجموعتنا هي مجموعه صغيره ومتواضعه وكثير حلوه وبتكبر ان شاء الله بجهود القياده، وشكرا. شيع ظهر يوم الأربعاء الماضي جثمان الشهيد الكاتب والمفكر ناهض حتر في مسقط رأسه في الفحيص، وسط حضور كثيف من أبناء مدينته وأبناء وطنه الأردن وعدد من المثقفين والمفكرين وشخصيات رسمية خاصة وعامة من الأردن وخارجه. المزيد في التقرير التالي. تم تشييع جثمان الشهيد الكاتب والمفكر ناهض حتر في مسقط رأسه في الفحيص وسط حضور كثيف من أبناء مدينته وأبناء وطنه الأردن من مفكرين ومثقفين وشخصيات رسمية خاصة وعامة من الأردن وخارج الأردن.
فرغم الألم الذي ألم بالشارع الأردني نتيجة اغتياله، إلا أن الشعب الأردني أثبت بجدارة ترسيخه لأواصر المواطنة الكريمة وتجسيدا للقيم الروحية والإنسانية، ورافضا رفضا قاطعا ربط قضية اغتيال الصحفي حتر بالتعرض للمكون المسيحي في الصف الأردني. وصنف الشارع الأردني قضية اغتيال حتر تحت بند اقتصاص الخوارج عن الدين الإسلامي ممن سموهم التكفيريين. هذا وقد استنكرت الحكومة الأردنية ومجلس الأعيان حادثة الاغتيال البشعة، وقال وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني إن اليد التي امتدت إلى الكاتب الشهيد ستلقى القصاص العادلة حتى تكون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب فعل هذه الجريمة الغادرة. كما واستنكر أيضا الإسلاميون المعتدلون في الأردن استخدام القتل كذريعة لانتصار الحق. وتجسيدا لأواصر اللحمة الوطنية والشعب الواحد، عبرت جموع كبيرة من الفعاليات الشعبية والوطنية من خلال مسيرة الشموع التي انطلقت من أمام قصر العدل، المكان الذي نالت منه يد الغدر، معبرة عن استيائها وسخطها لما حدث، مؤكدة بنفس الوقت على أن العدالة سوف تأخذ مجراها في بلد تحكمه الأنظمة والقوانين التي تحفظ حق الإنسان وكرامته والعيش بأمن وسلام. وسيبقى صوت ناهض حتر يدوي في سماء هذه الصحراء صوتا صارخا للعدالة والمساواة والفكر المنفتح. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك يدين جريمة اغتيال الكاتب ناهض حتر. توالي الاحتفالات بعيد رفع الصليب المقدس. مؤتمر مكافحة الإرهاب يدعو إلى توحيد الجهود لمواجهته. كشافة يوحنا المعمدان في مادبة تحتفل بمناسبة ذكرى تأسيسها. وفد مجمع رهبنة الوردية الاستشاري يزور مزار القديسة ماري ألفونسين في الصل. حضور كثيف خلال تشييع جثمان الشهيد الكاتب والمفكر ناهض حتر. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursajordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.